اوكي، مرحبا، كيف حالكم؟ هاي وعشان زي ما وعدتكم مرة برجيكم كوكب المشتري على اصول. اوكي، بس ما حدا يحكي لي كمبيوتر لان اعطينا ساعة اليوم. تمام، فبس خليني اضبط الصورة اكتر شوي نحدقها. واللي عم بتشوفوه حوالين كوكب النقط الملألئة هاي، بس خلينا صح شو عم سوي انا. النقاط الملألئة المتلألئة هاي هي الأقمار اللي حواليه، 4 أقمار دائما بتشوفوهن كأقمار الكبيرة. عم عدل الصورة لحتى تصير مظبوطة. طيب، المفروض انشاف الأحزمة بس ما بعرف شو السبب، مش عم بقدر أجيبهم، بس لازم إن شاء الله حتى الاستدارة تبعته مش مبينة. فهذا المشتري على مكبر، هذا المفروض بالكرة الكبيرة تشوفه الأحزمة، بس ما فيش على التليفون، ما بينوش بالعين بتشوفهم. إذا كان تلسكوب كبير قوي ممكن. أوكي، طبعا هذا بأكثر تقريب ممكن على الناظور تاعي. أوكي ماشي، بعد شوي ممكن يطلع لك شي غيمة غطي، بس انه جو لا بأس يعني على الرغم من الرطوبة. ماشي، فهذا كوكب المشتري لايف، حاب اكتر فترة تصوير راح اعملها للجميع. اوكي، اكتر وقت بافضل او اكتر وقت ممكن. ايه علي انا، لو ضاع من ايدي عايش ارجع. لاحظين في شوية غيم خفيف. اوكي، بس احدق الصورة بعد بدك تتحدى معي. ايوه تقريبا هذا قد منيح. خلينا ننزل بعد الصورة. خليني اتهدى، بس الاهداف 6 من 10. فالنقاط الأربعة، شكرا أحمد خليل. فالنقاط اللي عم تشوفوها خفيف هيك، هاي الأقمار تبعيت المشتري، واحد منهم اسمه آيو. اوكي، مش هنحفظ أسماء الدنيا يعني احنا.
اللي على ما بالنسبة لي ستيفن هوكينز مش يعني قد ما يكون هو عالم شاطر وما بعرف شو، بس يعني مثله مثل هالعالم. اوكي، بس طبعا انا بيقولوا انه هو كان يستعمل تلسكوب موديل سيلسترون 12 انش تقريبا، وكان شو اسمه على موتور اكيد. اوكي، يعني من هالتلسكوبات كان يستعمل. اوكي، وعلى شوكة، نظام شوكة يعني تقريبا، في نظام جوتو يعني مثل الناس بيشتروا اغراضهم. اوكي، فهذا كوكب المريخ، مش عفوا المشتري. اوكي، هذا كوكب المشتري مع الاربع اقمار تبعونه. اوكي، بدك تطلع على نقطة كتير قوية لناحية الغرب جنوب. اوكي، جنوب الغربي، تمام. وانا افتكرته تمام. هاي هي تصوير كوكب المشتري للي بحب يشوف بث حي. ماسا يور ماجستي. اها، لك اطبع الصورة، تشوف الأقمار هيك مظبوطين، كأحلى صورة بتشوفوها للمشتري. أربع أقمار بيرقصوا معه للمشتري. كي طبعا اليوم قديش والشهر؟ اليوم 13/8، 13 آب أغسطس 2018. كي ماستر يور ماجستي وش ذا ويش ان ال بي، ماستر يور ماجستي wish the wish and it'll be I am yours, always yours, I am all yours, your majesty. Wish the wish and it'll be master your majesty. Okay. ماشي، سؤال بعدين. هذا الفيديو راح ارد ارفعه على اليوتيوب للي ما شافه. اوكي، ده صار فترة البث، صار 10 دقايق، خلينا نعمل كمان 5 دقايق تكون الرابعة.
ماجستي ايش دوشن اذن بي. اوكي، فخبروا رفقاتكم، خلوهم يشوفوا بالبث. رح طوله بس 5 دقايق زيادة، وبس اكتر من هيك مش محرز. شو يا العشان، عجبك المشتري؟ لانه ما حدا بيعلق هيك لمبات يعني الصراحة، عرفت بهالطريقة هاي. كيف تلاقيه بيتحرك لحاله، تحرك اللمبة لحالها. هذا مش التلسكوب، لو انه بيدور على موتور كان ضل بالصورة المشتري. تمام، مسح كثير ألم الليزر. الصورة شوي تكون جوا بنص الصورة هادي. فهاي الأقمار حوالين كوكب المشتري بتشوفوه. حاول أبرز الأقمار شوي كده، تستمر على البث. صار ربع ساعة، خلص بكفي حدهم. أهلين إسلام عاشور، عجبوك؟ اوكي، حطوا خريطة فلكية على تليفوناتكم، خبروا رفقاتكم على أو أهاليكم اللي بدكم إياه.
لا هيدي اقمار المشتري حبيبي، المشتري له 4 اقمار عدهم تشوفهم، في 3 نقط هيك على صف واحد وواحد فلتان، مرات الـ4 بيكونوا حد بعض حتى. اوكي بس هلا المنظر كتير حلو لما يكون هيك، هيك احلى منظر للمشتري. اوكي بس ابطل الصورة مش مزبوطة هلا كتير، بس يا بعد راح التحديث هلا. شوفوا هون هيك مش محدقة، هيك مش محدقة، اوكي هيك مش محدقة، هيك محدقة. اذا بتعلم على التلسكوب، بس استعمل تلسكوب على مراية نحدقه، لا راح في غيمة. طيب خلص بكفي حتى هون، اوكي هاي في غيمة لكان. اوكي فانت عم بتشوفوا هلا الغيم كيف فات. اكيد بده يبين رائع، وشو اهمية المشتري بس كتصوير يعني. تمام انا راح من الصورة. تمام ماشي الحال اسلام، في شي ولا شي؟ عم فرجيكم المشتري، ما وعدتكم مرة، في واحد سألني فقلت يلا خلاص نعمل الجميع. يلا الفيديو بتردوا فيكم تشوفوه مرة تانية على قناة اليوتيوب وبيبقى على الفيسبوك اللي بيحب. اوكي ماشي اوكي. بالمرة طبعا اللي بيحب. هلا قديش الساعة؟ الساعة 10. يجيب ما حضرناش السيد حسن. اوكي كان السيد حسن عم بيخطب. اللي بحب هلا راح في غيم، خلص تترك له شي نص ساعة هلا يرجع كذا ماشي. خليني اشوف، بلكي نجيب الزحل. ان شاء الله يطلع معي. تعالي هنا، صعب بس نزل التلسكوب على الأرض، لازم نزل عليه على أي حال. شجرة الحرارة، الشجرة بتاكل الهواء معانا. هذا واحد هذا ولا غيره؟ بتاخذ واحد. اوكي 5 انش هذا. اوكي 13 سنتي. شو فيك تطلع ب 13 سنتي؟ بتجيب كواكب ما بدهم بعاد عن بعض، ما بيطلعوا مع بعض، عرفت كيف؟ اصلا ما بيطلعوا مع بعض ولا بيطلعوا بتلسكوب واحد، بس ممكن مثلا زي ما شفت الاقمار. اوكي خلينا نقلب على حالي من احسن، لانه اوكي فاذا بدك الاقمار لواحد شو اسمه، الاقمار مع اي شيء او نجوم معه. اوكي ممكن علي اذا الاقمار ونجوم سوا ممكن يعني. يعني بس بلكي بس عشان ناخذ ضوء من الشارع. كمان ممكن باخد ضوء الشارع بستفيد منه. اوكي المهم فا ايه بس واحد والاقمار تبعت الكوكب اذا كان فيه الاقمار،
ونجوم اللي حواليه قديش بدك تشوف، وهو ما بيشوفش يعني. هسه مش حواليه كلهم بعاد، هدلاك نجوم بعاد 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 من الكواكب كثير. شو الله ندري حدا عم يا رب طلع هي مش جديد. ف يعني اللي نرجع نصور شوي، هلا صار واضح. قلم الليزر تبع ضعف، خلص ماش خلص حيله. اوكي ابنه انا بس اصور مرة ثانية. اوكي تعالي لي، تعالي لي يا مشتري، انت يا مشتري المفروض ابيعك. تمام هلا ما عاد فيني افوت الزوم كتير، تمام، لانه وقف البث، عرفتوا كيف؟ وما عاد فيني ارجع الزوم زي ما كان. فيني اعمل شي حتى السهم على الاخر. اوكي اصبح لازم اعمل شي تاني، لازم اجيب بارلو لانس. اوكي بنقويها كمان مرتين. اوكي بس ما عاد فيني استعمل الكاميرا نفسها، كاميرا التليفون ما تعمل مع زوم. يا شباب راحت عليكم. حتى إذا كان فعلا بدكم بدنا نقلب على اليوتيوب، تمام؟ إذا فعلا كان بدكم نقلب على اليوتيوب، أوكي؟ ماشي؟ هذا المشتري شايفينه بس بالأول، لو استحضر فيديو من الأول اوكي ببين. هلا بس اسجله بتشوفوه كله. اوكي بس هذا هو المشتري. هلا كفيسبوك بدك تسجل لايف وبدك تكسب تكبير من الكاميرا، تمام. لازم تحدد الزوم بس تحديد مرة، وبعدين تقدر تكبر تستعمل اللايف. اوكي بس اذا عملت اي نوع من التوقيف بيرجع التكبير زي ما كان. اوكي ايه هواي جميل، وعم بحطهم على فيديو يوتيوب بيطلع لي مصاري. اوكي وفينا طلع مصاري اذا بدي منه، بنزل على البحر وباجره. اوكي ساعتين بتطلع شو اسمه 30 دولار. بعد الشهر كلهم تنطرهم باليوتيوب. حتى انا بطلع مصاري اكثر من بطلع شغلي. اي احلى من كل شيء فيه لعبه وهوايه والناس بتحبه، كل شيء فيه جديه الناس بتتركه. اوكي
ماشي. هلا ما مش قادر اعمل لكم اشي، يعني بدي اجيب بارلو هلا اركب على الكاميرا. لو حتى البارلو شو بدها تعمل يعني؟ بصير مسار الكوكب كتير سريع. طيب فانا بفضل اوقف. اوكي صاروا تقريبا شو نص ساعة يمكن. و ما بعرف يعني ايه شغلة بدي اقولكم يا شباب الانجليزي. بحضر انا جورج جالوي، اذا بتعرفوا، تبع الميادين هذا. اوكي هو اصلا كان نائب البرلمان البريطاني. فاذا بدكم احضروا له على اليوتيوب، مش برنامج كلمة حرة اللي بيعمله على الميادين، لا، في له برنامج توك شو اسمه مذر. هذا هو البرنامج تبعه، 15 سنة صار له بيشتغل فيه. اوكي على الراديو. اوكي اسمه ذا مذر اوف توك شوز. اوكي يعني ام البرامج الحواريه. اوكي فاحضروه. اللي انجليزيته ضعيفه بلكي بيقوى. انا انجليزيتي الحمد لله منيحه، بس عشان المواضيع اللي بحكي فيها كتير حلوه. تمام. ناقش مثلا انه هل كان يمكن تفادي الحرب العالميه الاولى. شوف لحد وين يعني. اوكي يعني احنا تعلمنا بالمدرسه انه سبب الحرب العالميه الاولى انه قتل حدا من الموظفين الكبار بالدوله الصربيه، يمكن كان رئيس وزراء او شيء. او في واحد شو اسمه ما بعرف مين بعته قاتلينه، وطلع انه بالاخر كان ممكن تفادي الحرب. بس شغله صار شغلات زي تدخل مخابرات، يمكن تدخل، نسيت والله شو السبب. بس انه ايه، وحتى تفكك الامبراطوريات اللي كان زمان ما كان، يعني كان ممكن كله تفادي هذا. تمام. الاصل 17 سم، المرايه 13. عرفت كيف يا صخر؟ المراية 13 سم، الأصل 17 سم. أوكي حبيبي؟ ضروري هذا اللي صرت عم أقول لك عليها عشان تكون واضحة الأمور. إذا بدك تركب فلتر شمس، تمام؟ بدك تجيب له الغطاء تبع التلسكوب، بده يكون 17 سم. أوكي؟ ما تخربطش فيها، أنا مرة بخربط فيها هاي. تمام؟ تم التلسكوب غير المراية. أوكي؟ بعدين قوية التلسكوب كيف تحسبها؟ تقريبا هيك رفلي، بس هيك شيء شلف. اوكي بتتقدر قديش طول الاسطل وبتقسمه على اثنين. تمام. بتقدر طول الاسطل وبتقسمه على اثنين. دائما بحطوا الفوكسر اقصر من الفوكال لينكث بخمسة سنتي، هيك شيء. تمام عشان تحدق معك الصورة. والاسطل تبع المطرح ما تحط العدسه العينيه تبع الفوكسر بيطلع له شي 10 سم عشان تنزله براحتك، تاخذ مجال في تنزيله. تمام. اوكي يلا خليني اروح انا الحق الخطاب بعد داير. اوكي خليني اروح احضر. اوكي نشوفكم شباب.